اوكي سامعني؟ اوكي 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 زين لحظه الحين مع نامو يا اي اتوقع هو لاعب يو اي احسن ستيف في الخليج شنو لاعب من انا صراحه ما اعرف لا لا نامو از كومينج تو ريبريزنت ذا ستيفز يعني هاي اول شيء من الامارات يعني بس يعني روني خرع لما يسوي لك تشارج اوكي عنده ليد نامو كان ستوب ذا ادفانتج يعني اوكي 3 يس كان basically يعني we have شوف ترى انا يعني اعذرونا لا 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 اوكي he died I thought he was gonna get saved because of the block يعني block ما في اعذروني انا يعني نايس I love the players style playing basically and current playing Samus really really good اوه نايس شوت اوكي ما خلى يفرق اوكي الادفانتج كان عند كرونو نص دقيقة تقريبا بس الحين مثل ما تشوف يعني اوه انذر يعني سماش من نامو اوكي ذس از سكيل لازم يكون في حذر ما عنده بلوك فرم اوكي عشان هيك هو ايه ما عنده ما يخلي فرم Okay, no, this is bad. This is bad. Yeah. Nice. With the high nice percentage, يعني ما يقدر يسوي ماتش ويطلع من الستوب. أول جيم يعني عندنا كرونو خذ الهاي. عزوز؟ اوكي. Alright. Okay, so 1-0 to Chrono. Sorry, to Nama. Stop the battle! Steve! Nama! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معاكم دحوم معاكم نامو وكرونو. الجيم كم 1-0 فور نامو. يعني كان لا ستوب بس كان عند الليد عند ولكن كرونو كان سير جارد فيري نايس ما بعرف معلش خلاص يعني ما هذا تكسر ولا تكسر تكسر مش لازم مو مشكلة ركز في الجيم الحين ستوك ليد عند كرونو عنده ليد كثير احس ان الستيج مش حق هالشخصيتين مع بعض والله انا صراحة انا اتوقع انه الستيج هاي كويسة لسامس اكثر من ان ماي اوبينيون لانه بيقدر يطلع من الشنانجنز بلاتفورم في الابروتش ولكن ياخذ الستوب ودايما دحين عند نامو يعني المفروض يلعب دور فجر الكارت فجر الكارت سوى اير دوج قال له وين رايح انا اوكي طبعا الدمج اوت بوت تبع الدايموند مليون ونص غير طبيعي ايوه غير طبيعي الدمج بس لاعب كرونو يعني فاهم وضع الدايموند فيحاول يلعب شوي سيف قام يقطع شوي سايد سبيشل على سمارت جرينيد فاهم يعني ما يحط نفسه في موقف اوكي ما ليش شرد سايد سماش اصلا نايس تك
حلو زمل كم نامو يحاول يخلي كرونو اوف ستيج بس يا الله ما ادري هاي قصدها ولا لا لو قصدها اشرح فنان بيقدر يصيده لما يسوي أوه. اتوقع انه سوبر هاي برسنت سندان فتس دول انت داون اير على طول ما في اي ديلي اسرع من جي ما في على طول دراب ايوه يلا كومبو اظن ما يمدي مع الاسلحه التولز اللي عنده وايد نوك باك عليها ما ينفع يسوي كومبو ايوه مش الجولد دايموند فور دايموند جولد فور كومبو صحيح سريع كثير الجولد عنده ميكس اوف تولز كل شيء ستيل واو لسه ما مات ستيل هاي ابي يلا ابي تست ستوك حلو يعطيك العافيه يا كرونو يلا دايما خلاص ها شلون هاو ار يو غانا دو ذس لازم يكون بيشنت شوي كرونو يضل بعيد ويرمي له مليون شيء اوكي بالدار حلو بنش ذا ويف جراب بكارت فويده ايش تبي كارت خلاص. Don't ask too many questions. Heart, your face, death. What you need أكثر من كذي؟ والدمج تبعها صراحة قوي والنوك باك كل شيء. أصلاً. حيوان. هل أنا قلت لك إن أنا خسرت من جاتش وجاتش لا. والله لسه كنت بقول هل حيغير للويجي ولا لا ولكن طبعا لازم يروح لويجي الحين قاعد يقول انت مسخته الحين 2-0 لك مستحيل ايوه داون بي يقول لك انا راح اطلع منها ذا اي فريم يا اخي والله ما بتعرف ايش بدك تسوي كيف بدك تسوي غلط من داخل والله اي هاف نو ايديا الليد عن نامو as always كرونو بيحاول يدخل بيحاول يسوي ابروتش ولكن نامو مش هيخليه ابدا اوكي بعد كيف كارت كارت على طول الوجه بس keeping him away keeping him away تحت الستيج راسب اوكي جمب اب بي تيكس ذا ستوك يعطيك العافيه ذا كرونو سبيشل داون ثرو ابي شوت موه له بالبلوك كرونو كان بيسوي ريد والله كرونو على طول رجع جهز الجراب قال له لا بلوك انا واقف هنا اوكي ايش كان دو هيد شوت اوكي يحاول يصيد ما في يو دونت بيت ذوز والله كان فيري جود ريد بس كان جاهز كان ال الريد كان زين يا إلهي بيقدر يرجع؟ اوه نايس تك من طبعا كرونو ما شاء الله عليه على الهك الرياكشن غير طبيعي صادو سنارة البرسنت ليد عند نامو ما شاء الله عليه عاد صفر كارت ويهب كارت ويهب كارت اتس ذا كارت اوه نايس نايس والله كان بيستناه نايس نايس ان شاء الله عليه طبعا ليدر كومبو السريع 55 ولا كان مو صار شيء باك اير هرت له شيء سبيشل لكن كرونو قال له هات تعال خذ لك واحد باك اير وكان جاهز حق كومبو عشان تكتب برسنت وسكو هاي يا الهي اسمع هيت بوكس دايموند بيك اكس دايموند بيك اكس 3-0 نامو وات ذا جي جي هي ترايد